السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كالعادة أعزائي المشاهدين، أأتي لكم يعني أحدث الأخبار، وطبعا هذه السلسلة المحببة عند الجماهير الجزائرية والمشاهدين في هذه القناة. يعني بعد كل مباراة أأتي لكم بما يعني قالت الجماهير الإنجليزية وحتى العربية عن أداء النجم الدولي الجزائري رياض محرز. وبما أن رياض محرز لم يشارك في هذه المباراة بين نادي مانشستر سيتي وبورت فايل إلا أنه دخل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، طبعا أعزائي المشاهدين سأعرفكم بعض التعليقات من الإنجليز وأيضا من العرب وخاصة الجزائريين عن ماذا قالت للنجم الدولي الجزائري رياض محرز عندما لم يلعب. طبعا أعزائي المشاهدين أحضرت لكم بعض مقتطفات وبعض يعني التعليقات، لأنني لو أحضرتها كلها سأخذ سنتين ولو يعني سأعرض نصفها فقط. طبعا أعزائي المشاهدين، معلق يقول نو محرز نو دي بروين نو بارتي، يعني بدون رياض محرز وبدون كيفن دي بروين ليست هنالك مباراة. صراحة أعزائي المشاهدين، كيفن دي بروين عندما يلتقي هو ورياض محرز في ميدان واحد، وحتى آلان شيرر قال أنهما سلاح فتاك، وأصبح شيء غير قانوني أن يشارك هذين الثنائيين في مباراة مع ناديهم. أما أعزائي المشاهدين، شخص آخر يقول he will play versus Man United، وطبعا أعزائي المشاهدين قال بالترجمة للغة العربية، قال رياض محرز يعني سيلعب ضد مان يونايتد، يعني بيب غوارديولا، وهذا ما شرحته في الفيديو السابق، بيب غوارديولا أراح رياض محرز من أجل أن يلعبوا مباراة نادي مانشستر يونايتد. أما أعزائي المشاهدين، شخص آخر يقول all I need right now is رياض محرز goal، يعني أعزائي المشاهدين هذا أحضرته بعد أن دخل النجم الدولي الجزائري رياض محرز، وفرحة هذا المناصر قال الآن كل ما أريده وأحتاجه يعني أن أرى النجم الدولي الجزائري رياض محرز يحرز هدف في يعني كأس الاتحاد الإنجليزي. طبعا أعزائي المشاهدين، هذا تصريح يعني بعد دخول النجم الدولي الجزائري رياض محرز من استبداله مع برناردو سيلفا. أما شخص جزائري أو عربي يقول محرز دع مواعيد كبيرة وحملة ذات منفعة عامة، يعني أعزائي المشاهدين هذه مباراة، يعني هذا الفريق الذي لعبوا معه اليوم ليس من يعني بريمير ديفيزيون بل من كاتريم ديفيزيون أو سانكيم ديفيزيون. وطبعا أعزائي المشاهدين قال هذا الشخص أن رياض محرز للمواعيد الكبيرة مثل تشيلسي، مثل مانشستر يونايتد، مثل ليفربول، ونتمنى أن نراه في مباراة مانشستر يونايتد يوم السابع من جون في أي يوم الثلاثاء القادم. أما شخص آخر يقول أعزائي المشاهدين لأول مرة محرز احتياطي والجمهور الجزائري راضي بذلك. يعني أعزائي المشاهدين بعد الأربع مباريات التي لعبها النجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد خروج أرتيتا مباشرة من نادي مانشستر سيتي، رياض محرز في كل المباراة بعد خروج أرتيتا أصبح يلعب بصفة منتظمة وبصفة أساسية في أربع مباريات متتالية. وصراحة أعزائي المشاهدين هنالك يعني فئة يعني رضت وهي راضية بإجلاس رياض محرز في الدكة في هذه المباراة عكس ما كانت تفعل في سابقي عهدها. وطبعا أعزائي المشاهدين، تعليق أخير يقول ولأول مرة كل الشعب الجزائري سعيد بجلوس رياض محرز في الإحتياط وراح يضحك. صراحة أعزائي المشاهدين أنا قلت أنه رياض محرز راح يكون غير أساسي. لماذا غير أساسي؟ لأن هذه المباراة ضعيفة نوعا ما، والفوز كان مستحق لنادي مانشستر سيتي خاصة أنهم لعبوا في استاد الاتحاد أي ملعب نادي مانشستر سيتي. أما بعد أعزائي المشاهدين، رياض محرز تنتظره مباراة كبيرة هو وفريقه نادي مانشستر سيتي، وحتى ستيرلينغ رأيناه في الدكة وأيضا كيفن دي بروين. يعني أعزائي المشاهدين بالعامية بيب غوارديولا لا يحضر مفاجأة في مباراة نادي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الثلاثاء إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، استدعمنا بلايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر التنبيهات، ولنلتقي أنا وإياكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.